مساء الخير احبتي في هذا اللايف اللي كنتلاقاو به اليوم شويه معطلين مي ميو كو جامي. مساء النور والخير والبركه واليوم والبركات الاحلى متابعين اللي عندي سور انستغرام. مساء الخير حمزه، مساء الخير فاتي، مساء الخير صفيان واميمه، مساء النور احلام توري، مساء الخير اخي تحفه، اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي محمد تحفه معايا. دايت ساكس بونسوار، هناء الراحي بونسوار، سمراوي ماد بونسوار، نور اهلا وسهلا، اهلا باختي حسنه معايا في اللايف، كوثر مساء الخير، زينب مساء الخير، نهله تيمك بونسوار، سناء سموني بونسوار، انيسه حمومي مساء الخير، نهيله مساء الخير، تحفة الله يحفظك لي يا خويا العزيز، شكرا اليوتيوبر الراقي خويا تحفة سيدي محمد، الله يحفظك لي، شكرا على متابعتك لي، وكنبلغك سلام الوليد ديالي السلام الحار لانه كيعشق اللايفات والفيديوهات ديالك يا اخي العزيز، وربي معكم اخي وجميع المغاربة المقيمين في الخارج اللي تأنا منهم. سامية مساء الخير، خالد مساء الخير، نعمة نعمة مساء الخير، هاجر مساء النور، شيماء بونسوار، أمنية بورش هلو، الواد نوا مساء الخير، ناسيا بدو مساء الخير، فدوى غيري بونسوار، أسيا بونسوار، سهام سومي بونسوار، بوزين وفاء بونسوار، ذا نور شو أهلا وسهلا. اليوم بوستيت لكم واحد الفيديو اللي هي عندها علاقة بمرض نوار أو مرض الزهري. هذا المرض اللي هو مرض منقول جنسيا كذلك، وهذا المرض اللي هو معروف عندنا في العالم او في المجال الطبي، علاش لحقاش منتشر بطريقه كبيره بزاف، وكنعرفوا كلنا بان مرض الزهري او مرض النوار باللغه العاميه او لا سيفيليس هي واحد البكتيريا اللي كتكون ناتجه عن علاقه جنسيه غير محميه مع اشخاص اللي هما مصابين وحاملين هذه البكتيريا. هو مرض قديم، البروف سي كومي كتكونوا في فرنسا وفي لارك دو تريونف سوا ديزون، كنعطيها غير كمثال، مكتوب باغمي لي مالادي اللي كانوا خرجوا على بزاف ديال الناس نظرا للخطوره ديالو الا ما تكتشف بكري والا ما تداواش. دونك نتمنى ان شاء الله على ان الفيديو يكون راقكم، وغادي نبدا نحط لكم كل مره فيديو على قناتي كذلك يوتيوب دوك سماد لايف ستايل، وغادي نحط لكم فيها نصائح اللي غادي تبقى عندكم باش تبقى عندكم المعلومه، واخا ما نكونش معكم لايف يمكن لي نجاوب عليكم ومعكم نتوما في داركم. اليوم بغيت نهضر لكم على واحد الحاله النفسيه اللي كتلاحظ بزاف في المجتمعات ديالنا، وكنلاحظوها بزاف حتى في الوسط اللي كنكونوا كنعيشوا فيه، هي الحاله ديال انني مثلا كنكون كيتهيئ لي بان واحد الانسان راه هو كيبغيني، ولا كيتهيئ لي بان واحد الانسان اللي هي كتبغيني، كتولي عندي واحد الاحساس اللي هو احساس مرضي في الدماغ ديالي، كنبدا نقول كيتعامل معايا بهذه الطريقه اذا راه كيبغيني، كيبدا يتخيل لي كذلك انه تيشوف فيا بواحد الطريقه اللي هي واحد الطريقه في بالي في راسي كتبان بانها طريقه كيتقرب ليا بزاف اولا كيديها فيا بزاف، وكتولي عندي الفكره اللي هي فكره متكرره اولا فكره ديال اون اوبسيسيون في الدماغ ديالي، كتقول بان ممكنش هاد السيد هذا كيولي كيبغيني بزاف اولا هاد السيد هادي كتبغيني بزاف، كنلقى راسي بانني اوتوماتيكمون كنتقرب لهاد السيد هذا اللي بعض المرات ما كيعطينيش علامات، غير انا في المخيله ديالي وفي الدماغ ديالي كيكون عندي بحال اون فيكساسيون ولا واحد ليدي اللي هي مفيكسيا على ان داك السيد ايه فعلا كيبغيني. كندوز اجمل ايام عمري، علاش؟ لحقاش كنسمع فيها اغاني الحب، ونسمع فيها اغاني الغرام، ونسمع ليالي الانس في فينا، ونسمع ياي سحنا عيون ونزرات الى ما غير ذلك، كتكون واحد الفتره اللي كنكون عايش في حب او لا عايشه في حب. انما الخطوره من مورا هذه الفتره هذه هي منين كنصطدم بالواقع المر، انني كيتهيئ ليا بان هذا السيد هذا كيبغيني او كيتهيئ ليا بان هذه السيده هذه كتبغيني، وبالتالي كيكون واحد الانسان اللي هو معايش نفس الفكره. انا غادي نجيكم السميه ديال هذه الحاله النفسيه اللي هي ما نقولكمش نادره، انما كاينه بزاف في المجتمع اللي حنايا كنعيشوا فيه، انما
كنتجاهلوها او لا كنتجاهلوها، غير العواقب ديالها كتكون كبيره بزاف، خاصه العواقب النفسيه اللي كيمكن لها تعطي، كيف ما ممكن تعطيني حتى عواقب اجتماعيه وعواقب اجراميه خطيره. لان منين كنفوت الفتره ديال يا يسحر عيون ونظراته اول ما تلاقينا عين بعين صافي، وكدوز كنولي فمن دا اللي نسيك، تعرف لو قلبي بيتكلم كنغنى عليك، من دا اللي نسيك قلبي من غانب، طب سلم الله يخليك. وفي الاخر كنولي نقول وعامل لك ايه، بقول هنسى وما بنساش ليه، هواك لسه انا قلبي عليه ومش حاسه ان انا هقدر هعيش غير بيك. تين منين تجيك تنتينه ديال مش قادر اعيش غير بيك، هنا كيولي عندي حاله المرضيه. هنا كنقول بانني طلع لي شويه تزنزينه وطلعت لي الدندله للراس. كاينين الناس اللي كتفيق من هذا الوعي هذا، اولا كتفيق من هذا القلب هادي وكتعيش وكتقول لا لا هادي غير اغاني ديال نانسي عجرم، واصلا راه نانسي عجرم مجوجه وعندها ولادها، هذاك راه غير فيديو كليب دارته وباش تربح ودير بوكو تشوز. وكاينين الناس اللي ما كيبقاوش في هذه القضيه ديال نانسي عجرم، وليني كنمشيو لحاله اللي هي اخرى او لحاله انتقاميه اللي هي اخرى، ما كنبقاش انني كنفيق بالقلبه وكنسالي شنو كنولي ندير. كنصدق فكره الانتقام. وشنو هي فكره الانتقام؟ هي ديال لو ما حلفتش اني ثانية في بعضي سنه، لو ما عرفتش اني الجنة في حضني انا، ما بقاش انا. وكندخلوا في فكره الانتقام والفكره كيفاش غادي ندير له، شنو غادي نفعل له، واش غادي نترك له ويصدق. لو ما ندمتش على الايام اللي تعبتها، لو ما دفعتش ثمن الغربه اللي انا عشتها، لو ما شربتش كاس المر اللي شربتها، ما بقاش انا. عفوا بانني دخلت المرحله الثالثه ديال هذه الحاله المرضيه، والحاله المرضيه اللي كنهضروا عليها اليوم شنو هي؟ هي ليغاتوماني. ليغاتوماني هي التهيؤ الدماغي بان واحد الانسان كيبغيني. علاش؟ لحقاش ضحك معايا مره، اولا شكيت بان هذا السيد هذا هو كيبغيني، ولا لحقاش كيتعامل معايا مزيان، ولا كتعامل معايا مزيان صدق بانه لا راه كيبغيني. دونك كندخل في اون ايدي اوبسيسيونيل، هاد لي دي اوبسيسيونيل اللي بعض المرات كتكمل بهاد القضيه هادي ديال لو ما ندمتش على الايام اللي تعبتها، لو ما دفعتش ثمن الغربه اللي انا عشتها، لو ما شربتش كاس المر اللي شربتها، ما بقاش انا. وهنا كيكون الانتقام الكبير من نفسي ومن الشخص اللي كنكون انا وياه، لانني كندخل فعلا في مرحله سوداء اللي كتخليني على انني كنولي ننتقم من السيد اللي من قدامي، وكنتقم من نفسي. علاش؟ لحقاش كنطيح من قيمته وكنولي واحد الانسان اللي هو بحال ما عنده حتى شي قيمه. علاش؟ لحقاش حبيت واحد الانسان وتنقول مع راساتي بان داك الانسان فينا المخ حبني في الاول ما بقاش يحبني في الاخر، رغم انه ما كانش حب، ما كانت اون اوبسيسيون، يعني اون ايدي اللي هي غير مفيكسيه في راسي. وهذا الشيء علاش كنهضر لكم على لي غاتوماني. ما عمركم ما تكونوا سمعتوا هاد الحاله هادي، ماشي تكبر مني حاشا ولا يتكلم حاشا حاشا حاشا، غير انما لانها اون نيغليجونس ديال لا بلوبار. بزاف ديال المرات كنبداو نهضروا غير ديبرسيون، نهضروا على لانكسيتي. ايه لحقاش كاينين بزاف وكنعيشوهم بزاف وكنديروا بزاف ديال الحالات اللي كاينين هذه القضيه، انما خصنا نعرفوا بان كاينين حالات كبيره كذلك اللي من بيناتهم ليغاتوماني اللي هي اون ايدي اوبسيسيونيل، انني جو سوي ايمي او لانني معشوق من واحد الطرف الاخر. اللي قلت لكم تيبدا الأغنية ديال سحر عيونه كيكمل بالأغنية ديال مبقاش أنا ديال أصالة. لحقاش كنولي كنتقم
منه وكنتقم من ذاتي اللي كيمكن لانه يوصل حتى لدرجه القتل. وليغاتوماني هي سكون ابل اون ميدسين ان بو كوم لو دياغنوستيك ديفيرونسييل ديال لو بيرفير نارسيسيك. علاش؟ لحقاش لو بيرفير نارسيسيك كيبين لك هو ضد ليغاتوماني. بيرفير نارسيسيك تيبين لك بانك واحد الانسان اللي هو كيبغيك وكيدير لك وكيفعل لك وكيتراك وكيدير ايتترا ايتترا حتى تيجيب ديك لعندو الشبكه ديالو. وديك الساعه عاد تتشوف العذاب الاليم اللي كيمكن لك تدوق مع لو بيرفير نارسيسيك. شنو هذا العذاب الاليم اللي كتشوف مع لو بيرفير نارسيسيك؟ هي انه كيبين لك كل وسائل ديال التعذيب باش تكون واحد الانسان اللي ديما كتنبش من موراه. لحقاش كتبدا كتحس براسك بان ما عنديش حياه من غير هذه الحياه ديال هذا لو بيرفير نارسيسيك. شنو كيدير لك؟ كيدير لك بحال كدير لك شيرين. انا مش مبينه له انا ناويه له علي سكته ومستحلفه له مش قايله له سكته ليه خليه يشوف بعني ايه اللي ناوي عليه انتو لما جيت يوم يا عيني كتر خير اني قابلته واستحملته عشان يتساهى مشاو لي الكلمات نفس القضيه ديال اغنيه ديال شيرين. تيقول لك ديك ما مبينه لك شنو غادي ندير لك وغادي تشوف ان شاء الله تعالى وغير بشويه حتى نجي غنتقم منك. في الاخر منين غادي تجي عندك ديك الساعه غادي نقول لك روح يا حبيبي مع الف سلامه روح والقلب معك وخد ليالك وياك. انا رجعوا لفضل شاكر. دوكو ضد ديال ليغاتوماني هي اسونسيلمون القضيه ديال لو بيرفير نارسيسيك. ا شاك فوا نبدا نعطيكم ان اكزومبل تيب باش تبداو ديروا الفرق ما بين انسان اللي كيعاني فعلا من لا بيرفيرسيون نارسيسيك وانسان اللي عنده مشكل غير ديال لوبسيسيون فوسط راسو. سي با لي روتوماني مي سي لي روا لي غاتوماني لي روتوماني باردون لي روتوماني جايه من ليروتيزم والماني هي لوبسيسيون. فاطمه حافظت بزاف هادي دابا جيت نتفكرها ديال شيرين ما دخلاتليش في الراس بلوتو ما عقلتش عليها. كتر خير اني قابلته واستحملته يجي عليا ويوديها ويقول فيها كمان وكمان وكفايه اننا اقول كفايه انا وانت خلاص يعني مشى. J'espère que le message est passé. Alors, si vous avez des questions, il y a quand même ça ou là l'érotomanie, n'hésitez pas. قبل ما ندوزو الفكرة أخرى والموضوع آخر. جرح تاني لا. لحقاش إلا دخلتي في جرح تاني غادي تدخلي في اون ديبرسيون بعدا لا بخوميييغ دي شوز ولا دخلتي في جرح تاني غادي تدخلي في ان سندروم دو بلوكاج ايموسيونيل. علاش؟ لحقاش من كتقولي جرح تاني هو قلبي لسه طاب من الاولاني اروح له تاني غلطت مره وقلت ترى على الرخيص غالي جرحت قلبي وجرح جرح القلوب غالي من النهاردة مفيش أحباب. وده هو الغلط. أنا وصلت له وصلت للجملة الموسيقية. علاش من النهاردة مفيش أحباب؟ علاش من النهاردة مفيش أصحاب؟ بالعكس من النهاردة في أكثر أحباب وفي أكثر أصحاب لأن التجربة اللي هي غير ملائمة أو لا تجربة اللي هي ما موافقانيش تجربة اللي هي ما موالمانيش كإنسان وك شخص ما كيمكنليش على أنني نعمم بها وغادي نجي نقول بأن من النهاردة حب
ما فيش ده كمان، ما فيش ده كمان، والله يعوض على الأيام وعلى الليالي. علاش أختي؟ ربي غيعوض، غادي يعوض. ومني كنبدا نقول ربي يعوض على الايام، وربي يدير ويدير ويفعل وترك، يعني انني كنعيش في الماضي، ولا عشت في الماضي كننسى الحاضر، وإلا ما عشت الحاضر ما يكونش عندي مستقبل. الوغ نسد انا على حياتي على قبل شي حاجه، ما نقولوش قرد، مي بون ما نشتش حياتي بيان ايفيدامون. اون تخي بيل ايدي اي اون تخي بون شوز. علاش غادي نسد حياتي من مورا التجربه اللي هي تجربه سالات؟ خصنا نعرفوا بان واحد الحاجه مهمه اساسيه اللي لا نقاش فيها ولا جدال، بحال ملي كنهضر على اون شوز سيغتان، لا شيء يدوم، غيان اي بيرسون ني ايترنيل. ملي كنقول لك لا شيء يدوم، ما كاينينش على ان كلشي ولد الحرام، كلشي بنت الحرام، ما كايناش ثقه، ما كاينش جو نو سي با كوا، ما كاينش هادي، ما نفعلش، ما نتركش والو، غنولي عايش غير مع لا. لا شيء يدوم هي انني عندي واحد، اهلا باستاذه نعيمي، استاذه صباح نعيمي، ليا الشرف تكوني كتفرجي فيا اللايف اختي العزيزه، الله يحفظك. كيعني على انني كنحد من ديك المرحله الجميله اللي كنعيش مع الانسان. عيشوا مراحل حياتكم كيف ما هي، عيشوا مراحل حياتكم توتون ايون اون تيت كو انني انسان يعيش كل فتره من حياته التي يجب ان تعاش كما يجب، باش يمكن له ندير الحاجه الاخرى. لحقاش منين كنبدا نفكر صافي لا l'homme de ma vie ou je ne sais pas quoi ou l'amchiti je suis malade je suis tellement malade je ne rêve plus ou canouli je bois toutes les nuits mais tous les whisky pour moi ont le même goût et tous les bateaux portent ton drapeau je ne sais plus où aller tu es partout je suis malade tu deviens malade quand tu chantes je suis malade. علاش؟ لحقاش كون جو دي توجور ا مون اسبري جو سوي مالاد باسكو كي ني بلو لا، باسكو جو بوا توت لي نوي تو لي ويسكي ان لو ميم غو، وخصني دون جو نو سي با كوا باطو فاعل وانت، باسكو تو دوفيان دون تون اسبري اوف بالك مالاد، اي تو ريسترا مالاد. ومالاد ما كيعنيش على انني كنعايرك، مالاد كيعني على انني كنحكم على نفسي وكنحكم على حياتي بالنهايه. شاك بيل شوز ا اون فان comme chaque mauvaise chose a une fin. Ne soyez pas dans le marketing émotionnel de la chanson. Smeu les chansons. Mais je ne sais pas si une chanson parce que tu as parlé à la casse de la vie. Ou à la même chose, je vais vous dire que les montagines, les musiciens, les montagines, les montagines, les montagines, les disques, etc. Je vais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez الشعور ديالكم لداخل، كيقيس الشعور ديالك باش تحس بان هاد الموسيقى هادي خصها تعاود وتسمع ودار وتشرى وتباع ويتعاود لها لي فيو سور سور يوتيوب. سي بيان دو فير لو بيزنس، ولكن علاش غادي ندير انا اون شونسون كو جو في ايكوتي تو لو تان تو لو تان اون بوكل باش نتسمى واحد الانسان اللي هو مريض. كلنا كتعجبنا الاغنيه ديال امرايتي من كم سنين لليوم قديش تغيرت، امرايتي من كم سنين لليوم انا كم مره خسرت، امرايتي يلي بتعرف حكايتي. ايه بيان سور كو مرايتي غادي نتبدل، بيان سور كو وجهي دابا ماشي وجهي ديال 10 سنين اولا ديال 20 عام وماشي ديال 50 عام، ولكن ملي كنشوف في هذه الاغنيه وكنولي نزيد ناكد ونقراها ونسمع ليها ويا مرايتي وكندم وكنفعل ونترك،
كيخليني على انني كنعيش داخل الم الماضي وداخل عدم استقرار نفسي اللي ما كيخلينيش نزيد لقدام. اوتيليزي لا شونسون بور فو نوغيغ ليسبري افيك ليكسبيريونس، باش كنوجد دماغي على انني كنعرف شنو دايز وشنو طرا وشنو طرا ليا، وندير ان بيلان ديال حياتي شنو وقع فيه. انما ندير اغنيه باش نتسمى انني كنبكي على واليه وعلى تاليه وكنسمعها اون بوكل باش كنطلع ان نومبر دو فيو، اي فينالمون كندير مشكل بارابور على البسيكولوجي ديالي، سا سي لي شوز كي نو سون با بيان. وغادي نهضر لكم في لايف مقبل ان شاء الله على واحد الحاله المرضيه اللي كنسميوها ليستيري كوليكتيف. شنو هي هاد ليستيري كوليكتيف؟ القصه ديالها هي واحد القصه ديال واحد الحالة المرضية اللي كانت تجي اللي كتنتقل غير عن طريق الشعور. غادي نهضر لكم عليها في اللايف المقبل، ممكن غدا ان شاء الله بحول الله، مي غادي نخلي لكم شويه ديال السسبانس باش تجاوبوني كذلك غدا في التساؤل اللي غنطرح عليكم على شنو هي ليستيري كوليكتيف او لا لو سيندروم دو باتيمون مالسان. هذا لو سيندروم دو باتيمون مالسان ولا دو ليستيري كوليكتيف كانت وقعت انطلاقا جوستومون من واحد المشاعر اللي بقات تتنتقل عن طريق دورات او لا عن طريق واحد الكيمياء اللي هي دماغيه ما بين دماغ ودماغ اون بوكل، تعطاتنا اون هيستيري جوستومون كوليكتيف. وغادي نهضر لكم عليها افيك بوكو دو ديتاي غدا ان شاء الله، غادي يكون غدا ان سبيسيال سور سيت هيستيري كوليكتيف. السبب ديال تغير المزاج اسارينو هي ملي كيكون عندي مزاج غير اكيليبري غير متوازن. شنو هو المزاج؟ المزاج هو واحد اون كورب، كورب هي واحد المخطط بحال مخطط القلب. المخطط القلب الطبيعي هو واحد المخطط، شتي كنخصني نجيب ورقه وستيلو. بون جو في ايسيي دو فير كوم سا. المخطط القلب الطبيعي واحد المخطط اللي كداير هاكا غادي طالع وهابط وعاوتاني فيه دبدبات وغادي وطالع وهابط وغادي فيه دبدبات ايتترا، اللي كيعني على ان القلب ديالي هو واحد العضله اللي هي كتشتغل بطريقه سليمه وبطريقه اللي هي جاده. علاش كتشتغل بطريقه اللي هي سليمه؟ علاش؟ لحقاش عندي الطلوع وعندي الهبوط وعندي الدبدبات وعندي المشيه، وعندي الطلوع وعندي الهبوط وعندي الدبدبات وعندي المشيه. الا كان القلب ما فيه لا طلوع ولا هبوط، اولا كان عندي فيه غير الطلوع يعني عندي مشكل ديال القلب، اما اون انسوفيزونس كيلكو بار ولا اون هايبر فنتيلاسيون يعني لي فون لي فونتريكول ديالي خدامين بزاف ولا لي زوغيات خدامين بزاف، اولا الا كانت عندي هابطه بزاف سيتادير كو جي اون هايبو فنتيلاسيون يعني ان الدم ما كيتصفاش مزيان، الاكسجين ما عنديش بزاف، ثنائي اكسيد الكربون عندي كثير في الداتا ديالي، دونك سي لا مور. اي بيان ايفيدامون الخط اللي غادي راه حنا كنشوفوه كامل، شفناه كامل في الافلام ديال نجلاء فتحي وديال صفاء ابو السعود وديال سعاد حسني في فيلم الكرنك، يعني كيعني على انه الموت. انا ما هضرت لكمش على خط، انا هضرت لكم غير على حاله ستادير طالع هاد الالكتروكارديوغرام. الالكتروكارديوغرام اللي هو طالع بزاف كيعني على ان عندي مشكل، مي باغ كونطخ طالع هابط مدبدب طالع هابط مدبدب دبدبه مشيه طالع هابط كيعني على ان مون كور يفونكسيون بارفيتمون بيان. هادي هي نفس التخطيط اللي كيكون عندنا في المزاج. المزاج ديالي هو واحد لونتيتي او لا واحد تكوين او واحد المكونه اللي هي النفسيه، فيها مجموعه ديال الطباع فيها مجموعه ديال الصفات اللي خصها تكون فيها ذبذبات. ما يمكنش نهار كامل وانا ولا نهار كامل وانا بيك بيك هيق هيق هيق، نو جو نو بو با. علاش؟ لحقاش اون فونكسيون ديال لو فاكتور اكسترني اون فونكسيون ديال العوامل الخارجيه اللي كتكون قدامي خصني نضحك اولا خصني نسكت اولا خصني نبكي اولا خصني نحزن اولا نكون دون مانيير انديفيرونت. فوقاش كيتسمى عندي اضطراب في المزاج اولا اضطراب في الشخصيه ديالي؟ هي ملي كنولي بلاندي، جو ديفين كوم اون زومبي، سيتادير كو ما كنقدرش نتاثر بكل ما هو خارجي خارج، وما كنتاثرش كذلك بشي حوايج اللي كنكون انا عايش فيهم لداخل. وعلاش كيجيني هذا المشكل هذا ديال المزاج؟ اما عن طريق واحد تكدسات ديال او تراكمات ديال دي سنتيمون اللي ما كنعيشهمش، جونغ ترابينا علاش كتبكي؟ الرجال ما كيبكيوش، ولا في الوقت اللي خصك تبكي، ولا نمشي عند مراه وغادي نجي نقول لها كوني راجل، ولين المراه انا ماشي راجل انا امراه انا امراه ماشي راجل، ولا كتجي عند ولد صغير تقول سكت دابا راه كبرتي، ولا ولد راه مازال عنده 5 سنين ولا عنده 4 سنين انت دابا راه هو راجل. كتجمع عليه تراكمات اللي هي نفسيه، هاد التراكمات تولي كيعيشها على انها واقع، لحقاش كيعكس هاد
حاجه اللي كتقول له بما انك انت هو المثال الاعلى، حقاش ملي كيجي با ولا ما كيقول ليه هدا ولا حشم وانا صغير، خصني نهدا ولا خصني نحشم. علاش؟ لان لاكروش ديالي، الوتاد ديالي كانسان وكطفل هي با اولا هي امي اولا خويا الكبير اولا اختي الكبيره. ملي كتجي عندي اختي الكبيره تقول لي ويلي مازال تلعبي بالحبل وانت عشي ودوار راه 13 عام عندك شنو بقالك دابا ملعب راكي وليتي مرا. وهذا هو الغلط، هذا الغلط الكبير. علاش؟ لحقاش كتربيو هاد التراكمات اللي هي زجرية ونفسية عند الأطفال اللي كتخليهم على أنهم يولي المزاج ديالهم مزاج اللي هو غير متوازن. ومن كيولي عندي المزاج غير متوازن، سيتادير حتى ملي كتكون عندي 27 عام ولا 28 عام بغيت نجري، بغيت نضحك، بغيت نغوت، بغيت ندوز جوناسي با كوا، دزت في السكاكين في مكناس ولقيت المونيكا تلعب وغادي نشري المونيكا ديال عراج حتى انا نلبس لها ونديرها. علاش؟ باسكو جو سويز ان انفون او فون دو مو، خصني نعيش هاد المساله هادي، خصني نعيش هاد الطفوله ونعيش هاد اللعب ونعيش هاد الاحساس انني خصني نبكي فوقاش خصني نبكي، وخصني نضحك فوقاش خصني نضحك، وخصني نسكت فوقاش خصني نضحك فوقاش خصني نسكت. لاقاش من كتوصل للمرحله ديال الطن ماشي ديال القرده فوق السطح، لا المرحله ديال الطن كتنفجر. وباش كنفجروا بلي سكيزوفريني بلي سيندروم سكيزويد بلي بارانويا، كنفجروا اذا كذلك بون ديبرسيون كي اون ديبرسيون تري بروفوند، كنفجروا عن طريق لا ديبيرسوناليزاسيون او لا ديماتيرياليزاسيون او لا ديرياليزاسيون في الحياه اللي حنايا كنعيشوا فيها. دوك ما نوصلش للمرحله ديال الانفجار. علاش؟ لحقاش طال الزمان او لقصر بحال الكذوب حبلو قصير، بحال من كيكون راجلي داير عليا البرتوش وكيقولك بان راه ما يعرفنيش حتى الجن الزرق بانني كندخل المراه، عرف بان داك الجن الزرق ممكن يكون هو خالك، ممكن يكون هو ولدك، ممكن تكون هي بنتك اللي غادي تجي وتمشي تقول لمراتك بانك راك عندك برتوش وراك كتخونها. ما كاينش شي حاجه بالنسبه لك كتخبع وانت مقتنع بان هذه الحاجه هذه هي خايبه، تتقول انا نخبعها غادي نديرها صافي ما غاتبانش، وعمرها ما غادي تبان جامي. سورتو كون تو انغاج اون اوتر بيرسون معاك وكتكون ديك لوتر بيرسون حتى هي مسؤوله في هذه الحياه هذه. لذلك ما نخليش المشاعر على انها تراكم حتى نوصل لمرحله انني غادي نوصل لمرحله الانفجار. والمرحله ديال الانفجار ديال العقل ما سهلاش. علاش ما سهلاش؟ لحقاش باي طريقه كيمكن له يكون انفجر، بحال الشكوى ديال البن كتبدا كتعمر 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 كتطرطق، دوك البن كيدور دو بارتو، ما عرفتش علاش جاني البن وخا ما تعجبنيش البن، الماء الشكوى ديال الماء ولا الشكوى ديال البن، طق 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 با كتنطق تطرطق في جميع الانحاء وكتطرطق في جميع الاتجاهات. والطرطقه ديال العقل صعيبه شويه، ما كنتمناها لتا شي واحد. نجوى بن علي دكتور جو تيم سي جو تادور ما نجوى ميرسي بوكو توجور دي سوجي تري انتريسون مرحبا. اي جي سي كوم فو فويي كنحاول على اكثر من جهدي على ان لو سوجي يدوز لكم بواحد الطريقه اللي هي ما تنساوهاش وبواحد الطريقه اللي هي مختلفه. اي سي سكي في ان بو دوك ساماد ديالكم. Alors London Bridge, Daxmad, j'ai des soupçons par rapport à mon mari, mais d'un autre côté, je non. Mais que m'a-t-il-il ce Aldelk? J'ai des soupçons par rapport à mon mari, Nsbalra Ma Rajla, il y a toujours une part de vérité. Mnin qui connaît un échec. Pardon. Ma Zouj. Annao. دكام ما عارفين هاي 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 هذيك تبان باينة اقول حق الموت كاينة كاين شك يا اون بار دو فيريتي. علاش؟ من كنتعاشرو بجوج كتولي ما بيناتنا دو لا سيمباتي. شنو هي دو لا سيمباتي؟ لحقاش كلنا عندنا ما يسمى لو سيستيم سيمباتيك اللي هو ان سيستيم نيرفو اللي هو واحد الجهاز العصبي. هذا الجهاز العصبي اللي كيكون معتمد على لينيغ الدماغ وهذا
كنوليو كنتحاسو باسكو نوكوغ ماشي كيتخاواو لي كوغ تيتخاواو، هداك راه غير تفلي، الا قالك لي كوغ تيتخاواو راه غير تيتفلى عليك، مكاينش لي كوغ تيتخاواو، غنبقى حلال عليك حتى نموت، مكاينش تقول لي انا تخاواو تخاوا اللحم، لا خويا اللحم ما تيتخاواش، تنتخاواو من عند امنا ما تنتخاواوش في اللحم. انتخ بارونتيز، الا كان عندك شك كاينه اون باغ دو فيغيتي، غير قبل ما تمشيو تاكسبلوري الفكره ديال الشك شوفي راسك واش جوستومون ما عندكش تراكمات ديال مجاج كنتي، تجربه ديال الوالد اولا تجربه ديال الاخ اولا تجربه ديال الاخت اولا ديال صاحبتي اللي كتعاود لي ناري بايس حدايا، راه كان حدايا انا جمعت له شانطو مشى مع وحده اخرى، الا جمعتي له شانطو مشى مع وحده اخرى هذاك كيتسمى واحد اخر ماشي ديالي. ما تاثروش بلي زيستوار دو تيل سورت على ان تقول تا انا وقعت لي، تا انا ولد الحرام دارها بيا، حلا ما شتيش المكيفس ما شتيش سويعيد راه كان داير وفاعل وتارك وكان جالس معايا وفي الاخر فنصدق صدق مع وحده. كل واحد وحاله بوحده، ما تجمعوش الحالات على انها حاله عامه، لان العام لا يقصى عليه. دوك ديكو كان عندك شك اكسبلوري الشك، غير انما ما تمشيش وراء البارانويا، الله يجازيك بخير، باش ما تحطميش نفسك اولا وتحطمي الاخر، ويلا اكتشفتي بانه كاين سالينا ما تغنيلوش اقول انساك تتكابر اقول انساك تراديني اروح وياك للاخر ما عود انساك تلاقيني يوم تغيب يوم تعود يوم اشواك يوم ورود ليلك ليل قلب نهار قلبك تاش قلبي نار. هادي هايفه ماشي انتي، انتي خصك تقول له تلاقينا خوت ومسالا وخوت وسالينا وفطينا، وكنتمنى لكم ليله سعيده وغنتوحشكم حتى لغد ان شاء الله بحول الله. اي ما تنساوش غدا غادي نسولكم على ليستيري كوليكتيف. جو فوز ام والله يحفظكم ليا وليله سعيده.